تاني وصفة غموس معانا هي ايه؟ حمص بالبنجر، نفس المكونات بتاعة الحمص عادي جدا، شلنا طعم الليمون المعصفر وحطينا طعم البنجر. وعايزة اقول لكم ده مغذي جدا جدا، مفيد جدا للناس اللي عندها انيميا، لان البنجر مصدر هايل هايل للفيتامينات والمعادن. معايا حمص، بنجر مسلوق، طحينة، ليمون، كمون. معايا للوش بقى مكعبات بنجر ودي اختياري، بقدونس، حبة بركة ودي برضو اختياري، ومعايا ليمون طبعا علشان ايه؟ مشي الفود بروسيسور. برضو معايا حمص والبنجر، بنجر هنا هيضيف له لون ظريف جدا. معايا كمان الطحينة، الطحينة بتدي قوام، قيمة غذائية وطعم ظريف جدا. برضو عصير الليمون، وما تستعملوش ابدا هنا عصير الليمون الجاهز، احنا عايزين عصير ليمون فريش. الكمون والملح والفلفل. انا بقى هضرب ده ويبقى جاهز على ان انا اقدمه. كده الغموس ده جاهز.